الأولى كانت الانطلاقة قوية، فمع غزوغ الشمس على استحياء ورؤية قطرات الندى على ورقات الشجر، كنا كالنحل في نشاط لا يعرف الكلل من الصباح. نستقبل الطلبة، نقوم بتوجيههم، ونشرف على كل صغيرة وكبيرة. قائد المركب يطلقها مدوية: فكر، حاور، كن قائداً لطلاب السنة التحضيرية. والطالب الذي يتأخر 5 دقائق يفصل من البرنامج. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن شباب يقود المستقبل. لكنها أنتج 80 رجل، فكان برنامج رواد المستقبل. هم رواد المستقبل، هم من ذلك البرنامج. أنتم من سيقود دفة الإبداع والتطوير. ليرسخ بهذا النهج أسس بناء جيل النهضة. سأكون قائد مسيرتك في المستقبل. ويحقق برعايته مفهوم ريادة المستقبل. ما الذي جعل هذا الرجل اللاعب محاور ناجح ويحاور صح؟ ها هو يفكر في الكلمة ويحاور ويؤطر بتوجيهاته نحو ريادة العالم، وتأتي المنارات كما شهب السماء. ونحن الشباب نحمل في داخلنا طاقات، نسأل الله عز وجل أن تصب هذه الطاقات في مصلحة ديننا ووطننا الحبيب. فها هو يزيد الضفيان، يزيد حماستنا نحو مكان آخر من عالم رحب معطاء. وأنت يا أبانا، وأنت يا أبانا وربان سفينتنا، نعدك أن نكون عند حسن الظن. ابني يزيد، لقد أتعبت من بعد. الرجال أبناء اليوم، والرجال قادة المستقبل بإذن الله تعالى. وحتى نصل إلى مبتغانا في إيجاد جيل قائد، فقد ارتأى القائمون على البرنامج إقامة سلسلة من الدورات المتخصصة في مجال التفكير. حب الاستطلاع وهذه الفضول، أو هذا الفضول اللي يوجد عند الأطفال، كأباء كيف نتعامل معه؟ والحوار، قراراتي تكون إيش؟ محكمة. والقيادة، فعلى الرغم من أن جميع الشباب ولدوا بعد ما تخرجت يمكن، لكني أنا أعلن حدي أني أتحداهم، سواء في القدرة ولا الجهد. لنصل في نهاية اللقاء وقد وضعنا أسسا علمية لنحقق شعارنا: فكر، حاور، كن قائدا. من منا سيكون مفكرا ومحاورا وقائدا؟ وحتى نتمم حلقة تميز رواد المستقبل، فقد تم عقد حوار بين الطلبة مع الآباء، كل يحاور الآخر لنعزز هدف الحوار كوسيلة للصعود لمركبة رواد المستقبل نحو فضاء التميز والإبداع. وكما يقوم رجال الساسة والقادة بجولات تفقدية لسير البرنامج، فقد قام عميد السنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز العثمان بجولات مكوكية شملت قطاع الدورات في الحوار والتفكير والقيادة. وقد شارك بالكلمة والممارسة في هذه الدورات أثناء التجوال. يختار له مقعد، اختار لك مقعد، لأن هم كلهم عارفين مقعدهم، اختار لك أي مقعد من المقاعد. كرسي، لا اللي هنا بيصير هيك غريب. اختار لك مقعد، أي مقعد من السر. أي مقعد من هنا؟ لا مش بالسر. الآن اختاره ولا لما لا الآن تختار مشان يكون هدف لك، لأن هم عارفين مقعدهم. والله في مشكلة. أيوه عدا هذا. طيب أنا بجلس هنا. الواحد الخمسة. بس خمسة. أقول خمسة أضل الضوء، كل واحد يكون جالس محله. رضا بس هي رضا. دقيقة لا تنسوا. 1 2 3. لكن تبي تجي من الطريق. في الترسم الاستراتيجي. فرسمت. فوجدت إني لو مشيت يمكن أصدم بالآخرين.
وجدت ان الالتفاف للوصول للهدف افضل الطرق. واستثمرت شيء ثالث انهم عارفين مين العميل. تمتك قوي قوي قلبك حط يدي بيدك. وابدى ملاحظاته القيمه واعجابه الشديد بما راه اثناء تجواله من حسن استماع الطلبه واداء المدربين وطريقه عرض المحتوى القائمه على التدريب لا التلقين. الصراحه الموجود اللي شفناه في القاعات صراحه يعني على ما اقول بلسم الشافي اللي يعالج تعبكم يعني الماضي. ولكل بدايه نهايه، فقد كان الختام وليس كاي ختام، فقد راينا به قطاف الثمار وظهور النجوم وتلألؤ الجواهر في يوم واحد وفي مكان واحد. استطعنا أن نؤسس لريادة المستقبل لنكون نواة القادة نحو العالمية، ونكون عند حسن الظن خير أبناء لخير آباء. شكراً. يليق بهاماتكم البهية دكتورنا الرائع عميد السنة التحضيرية عبد العزيز العثمان بابتسامته الخلابة. شكراً للمدربين الرائعين. شكراً لطلبتنا قادة المستقبل. وإلى لقاء نرى فيه الطلبة في كل مكان مرموق يرفعون فيه العلم السعودي عالياً في كل الميادين. إلى ذلك اللقاء ننتظركم. أمل يوقظ همتنا، عمل يرجع نهضتنا معنا نحو الغد. هيا لنعيد الفجر، نمضي لنغير مجرى، نرقى قمم المد. هيا لنعيد الفجر، نمضي لنغير مجرى، نرقى قمم المد. يا أرضا تعبت أزمانا، يا دنيا فاضت أحزانا.